حلو المزيكا قوي. المزيكا حلو قوي. انت اتخضيت ولا ايه؟ اه من اللفه. احنا بنقول لك كل سنه وانت طيب. انت طيب ربنا يخليك. عاوز اقول لك الف الف مبروك لوصول نادي الزمالك النادي المصري العريق الى نهائي افريقيا. الحمد لله. وكان ليك الفضل في ان انت بتدي كوه لمسات جميله جدا في كذا لمسه جت وما جاتش الاجوان بتاعتك. الحمد لله. هو الاول يعني انا بشكر الاول الناس اللي عندنا في النادي اللعيبه مستر كابرال هو راجل بصراحه اللي اصر ان انا العب الماتش لان انا ما كنتش هلعب ان انا ما اتمرنتش غير يومين ثلاثه كنت لسه متعور قبليها بفتره والناس كلها بتقول هلعب مش هلعب فراجل كتر يعني راجل عنده ثقه فيا كبيره جدا وانا فوجئت الماتش ده ان انا هلعب الماتش ان كنت تعبان قبلها مش تعبان بس ما كان بقالي فتره بعيده اتعورت كنت فتره طويله وكنت لسه نازل الملعب فتره قليله يعني وراجل وثق فيا دي حاجه جميله جدا انا انبسطت من يعني انبسطت قوي وحسيت ان انا لازم اكون عند حسن ظنه يعني فانا بشكره من هنا يعني راجل كويس قوي قوي مع طبعا مع بقيه الجهاز كابتن محمود امال ليه ناس قالوا ان انت ما كانش مقتنع بيك في الاول في الاول يعني هل في مدرب انا يعني انا بتكلم كمواطن او كمشاهد هل في مدرب في مصر او في العالم ما يقتنعش بمهارات حازم امام هي لا هي العمليه هو راجل ما اقتنع مش اقتنع ولا ما اقتنعش هو لما جه اول ما جه خالص انا كنت متعور ما كنتش بتمرن مع الفرقه هم كانوا شغالين بقى ماتشات ودي وابتدينا كاس افريقيا والفرقه ماشيه كويس عملنا نتائج كويسه فكان الناس تقول له حازم امام هو بيقول لهم طب لما اشوفه يعني هو ليه حق طبعا لازم يشوف اللعيبه اللي عنده يعني فما فيش مشاكل ولا حاجه بالعكس الراجل قال لي انا عايز اشوفك واول ما هتبقى كويس قول لي وهنخش وتلعب مع الفرقه يعني بس خرجت انت في اخر الماتش اللي فات ده كويس ان انا لعبت شوط بحاله ده انا ما بقول لك كان بقالي فتره ما بتمرنش بقالي شهر تقريبا او 20 يوم ما اتمرنتش مع الفرقه غير 3 4 مرات فكان الحمد لله انا قدرت اكمل شوط و10 دقايق يعني الاستعدادات بتاعت الزمالك دلوقتي بقى الماتش النهائي جامده طبعا اللي المفروض كل مصر سواء اهلي زمالك اسماعيلي ترسانه محله يعني كل البلاد تقف جنب الزمالك عندنا دلوقتي احنا ماشيين عندنا بنعمل يعني زي تاكتكس بقى للماتش هنلعب ازاي اسلوب اللعب لا مركزين قوي اللعيبه كلها انا عايز اقول ماتش حاجه صعب. ماتش صعب جدا مع الرجاء المغربي في المغرب ماتش تقيل قوي قوي الفاينل هنا الفاينل هنا ان شاء الله الحمد لله دي حاجه في ايدينا كويسه يعني عايز اقول حاجه ان اللعيبه لازم تعمل له نتيجه هناك يعني نعم لازم تعمل له نتيجه كويسه هناك طبعا طبعا ان شاء الله لا انا عايز اقول ان لعيبه نادي الزمالك يعني احنا كلنا اللعيبه بتاعتنا كلهم عندهم اصرار جدا وعزيمه ان احنا نكسب الماتش ده ان احنا ناخد بطوله افريقيا يعني تبقى بالنسبه لنا احنا حاجه في تاريخ حياتنا انجاز لينا خلاص انت لعبنا 9 أو 10 ماتشات قبل كده ما جاتش على ماتشين يعني نتدلع فيهم فاهم لازم كل واحد عايز يطلع اللي في نفسه كل واحد يطلع يموت نفسه في الماتش اللي هناك بالذات عشان تتوج بقى بتاخد بطوله افريقيا في وسط ملعبك في وسط جمهورك في وسط جمهور الزمالك العظيم ده ومعانا الاهلي والاسماعيلي كل جماهير مصر دي فان شاء الله يعني لعيبه نادي الزمالك تبقى عندها مسؤوليه كويسه يعني نعمل ماتشات كويسه ان شاء الله بس انت في مفاجاه محضره للجمهور بتاعك كحازم بقى في الماتش يعني انا والله نفسي كل ماتش ابقى احسن واحد في الفرقه ونفسي كل ماتش اجيب جوان واعمل اجوان بس ده بيبقى دايما باللعيبه اللي بتساعدني في الملعب عمر ما راح بيعمل حاجه لوحده اللعيبه اللي حواليا تامر عبد الحميد ابو العيله نص ملعب بالذات والديفنس بتاعنا هم اللي بيشيلوا فرقه نادي الزمالك يعني ماتش مازيمبي مثلا الشوط الثاني ديفنس بتاع نادي الزمالك وعبد الواحد من ورانا هو اللي شايل الماتش الناس دي ما بتتكتبش عليهم في جرايد كتير مثلا ولا حاجه بس ليهم حق طبعا لازم ان هم دول اللي بيخلوني انا واللعيبه اللي قدام بنستريح ونعرف نعمل حاجه قولهم لي بالاسم كده اللعيبه كلها مدحت وبشير ووائل وعبد الواحد مدحت جاب جون في ما شاء الله مدحت دلوقتي في فورمه كويسه جدا ربنا يسهل يبقى كده الماتش الفاينل كمان ان شاء الله يعني
فيش مسابقه اتعملت السنه دي عشان انت السنه فاتت خدت احسن لاعب في المهارات في العالم. بطلوها بقى. وفي ناس مش مصدقه تقول لك حازم امام في العالم. اقول لهم يا جماعه هو الشريط اهو. ما هي الحمد لله المشكله انه ما تنزلش هو عندك بقى هينزل الناس تشوف ان شاء الله. يعني للاسف ما نزلش في التلفزيون المصري. كان نفسي يعني ينزل عشان الناس تشوف بنفسهم، بس ان شاء الله من خلالك انت بقى البرنامج بتاعك الناس تشوفه يعني ان شاء الله. طب كلمني ازاي يعني حصلت برده عشان برده في ناس ما عرفتش كويس عن الموضوع. والله هو كان الموضوع عن هي شركه خاصه يعني كانت عامله جايبه عامله كونتراكتس مع اللعيبه العالميه كلها عشان الاسامي بتاعتهم كاس العالم وكده. كان في بقى روبرتو كارلوس وبيكام وفيرون وروي كوستا وسامي الجابر من السعوديه، وفي بقى لعيبه من روسيا ومن بولندا ومن الصين ومن تايلاند، في لعيبه كتير قوي يعني. كل دي اتعاد مع الشركه يعني، فجابوهم في جابونا في حته واحده في لندن في ارينا في لندن، وعملوا بقى المسابقه دي. كانت خمسه سكيلز كده، خمس يعني مواهب او سكيل يعني، واللي بياخد بوينتس معينه في كل سكيل منهم بيكسب او بيبقى الاول يعني. فالحمد لله في على مدار الخمسه طلعت انا الاول الحمد لله. كان مستر اليكس فيرجسون اللي هو مدرب مانشستر يونايتد هو اللي عامل الموضوع ده يعني، هو اللي حط 2 مليون دولار في الجائزه دي. ناقص بالنبي players. So it's it's really I'm really proud about it and to cheering this this event. It's very nice to me in my career. Next Friday night at 7, it's the world's wildest magic. If you're wandering, get it. Here next tonight, Melinda Messenger fronts another fitness fort function in Fort Boyard. في إشاعة بتقول ان انت هتتجوز فنانة شابة جميلة. فعلا ما عمري شفتها في حياتي وانا مستغرب يعني جابوا العلاقة دي. تعرفها؟ عارف الاسم يعني؟ كتبت في الجرايد قبل في الجورنال قبل كده قريتها يعني. والله انا ما اعرفهاش يعني، ما طب ليه اختاروا حازم؟ والله ما اعرف، مش عارف الفنانة دي. انا مستغرب، قالوا اسم حد تاني شفته مثلا وقعدت معاه قبل كده. وانت شفت حد تاني يعني؟ ممكن بنشوف يعني كتير، بس انا عمري ما شفتها في حياتي يعني. وهي لذيذه وكويسه وانا بحب اتفرج عليها قوي، بس انا عمري وانا بحب اتفرج عليها برضه. عمري ما شفتها والله في حياتي يعني. انا حتى متضايق عليها هي كمان، هي بنتي يعني. ما اعرفش انا ما اعرفهاش خالص يعني. طب بتطلع الاشاعات دي مصدرها ايه؟ والله ما اعرف، اكيد يعني حد لازم يكونوا مثلا حد شافكم مع بعض او حد حاجه عشان يطلع شاف عشان. شافني مع حد مثلا شبهها او شافها هي مع حد، او ما شافناش خالص وبيفتي. ما اعرفش يعني، الله اعلم. ما اعرفش الناس دي تبقى تشغلش بالك، الناس مريضه كده يعني. لا 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 خالص انت في الملعب مركز في شغلك وخلاص. لا لان ما فيش اساسا من الموضوع، فما شغلنيش خالص يعني. ما باخدش في دماغي. بس سمعنا يعني ان الدكتوره والده حضرتك. لا لا لا، ولا دكتوره ولا مش دكتوره يعني. الموضوع ما كبرش خالص. لا لا لا، دلوقتي يعني انت بتفكر تتجوز رسمي بقى. ربنا يسهل ان شاء الله. كله على الله يعني. نقول للجماهير ان حازم قريب هيتجوز. ربنا يسهل، في الخير يعمله ربنا ان شاء الله. انما في مشروع، في كل واحد بيبقى عايز يتجوز، كل بني ادم اكيد ولد او بنت بيبقى عايز يتجوز يعني. كل واحد بعد ما بيقعد لوحده ويبقى عازب كده بيبقى ليه سن بقى خلاص لازم يتجوز يعني. طب تعالى نتكلم على الكابتن محسن صالح والمشوار الافريقي اللي هو داخله، ونتكلم على محسن صالح وحازم امام مع بعض. جميل، كابتن محسن بحبه جدا. كابتن محسن اول واحد طلعني منتخب مصر سنه 95، كنت لسه عندي 19 سنه، محدش كان يعرفني يعني. فاكر واحنا في هولندا كنا في معسكر في هولندا، قال لي كنا بنلعب، كنت انا ومدحت ومعتمد لسه طالعين منتخب 19 منتخب اولمبي، فراح منزلني ماتش قال لي انا هنزلك عشان تبقى كابتن على جيلك كله. وبقيت فعلا انا دلوقتي كابتن على جيل تقريبا يعني بعد علي ماهر. راجل كويس قوي بس محتاج وقت يعني. انا الناس بتستعجل كل حاجه. لازم كابتن محسن ياخد وقت وامكانيات. وامكانيات طبعا وماتشات وديه مش ماتش واحد مثلا نخسر فيه يقول لك ده وحش قوي، لازم يديله وقته يعني. كل واحد ما بيبانش عليه غير بعد سنه مثلا او 7-8 شهور على الاقل. مش بعد اول ماتش هتقول ده يعني. فانا بتمنى يعني من الصحافه بتاعتنا الرياضيه، في ناس هايله فيها، انه بس يستنوا عليه شويه ويقفوا جنبه ويقفوا جنب اللعيبه الجداد، ان في لعيبه لسه جداد، في لعيبه لسه بتلعب اول ماتش دولي ثاني ماتش. فالجو الافريقي والدولي حاجه والدوري المحلي ده حاجه ثانيه خالص. عايز لعيبه، ممكن لعيب كويس قوي في الدوري بس بيطلع يتخض الماتشات بتاعت افريقيا يعني. فمحتاج وقت، محتاج يلعب ماتشات وديه كتير، هيلعب وحش في الاول وبعدين هيبقى كويس. فبس يعني يصبروا عليه شويه ان شاء الله. لو بعدنا عن حازم امام وسالتك مين احسن لاعب في مصر
انا كنت متاكد انك تسالني السؤال ده، مش عارف ليه. ها ليه؟ ما اعرفش، لما سمعت عصام قال كده قلت اكيد هتسالني احسن من لاعب مين. انت هو قال على حازم امام، واحنا لا انا كنت متاكد انك تسالني يعني. لا انا بكلم على حازم، مين اللاعب اللي بيمتع حازم امام؟ مش بيمتع بعيد عن حازم امام. لا انا هقول لك حاجه، انا مش بيمتعني بس او يعني مش شرط يمتعني كوره كترئيس وكما موهبه يعني، لكن انا بعتبر كابتن حسام حسن من احسن لعيبه. طبعا راجل نجم كبير في سنه 36 بيكسبنا وقادر يعمل لغايه دلوقتي شغل جايب جونين الماتش اللي فات، وراجل عنده قوه اراده هايله جدا. انا ما بتكلمش عن فنيات، انا بتكلم عن راجل بيثبت وجوده لغايه دلوقتي، راجل على الساحه لغايه دلوقتي، لسه ستيل نجم لغايه دلوقتي. بتبقى صعب يعني، دايما اللي بيقف بيكبر بتقل نجوميته شويه. هو لغايه دلوقتي نمبر 1 في مصر يعني. يقول لك حسام وخليفته مثلا، حد حسام وبعديه مش عارف، وحقق نتائج جامده جدا مع حقيقة نادي الاهلي ومع المنتخب ومع نادي الزمالك. طبعا طبعا راجل هايل، وبعتبره يعني نموذج يعني. واتمنى ان اللعيبه الصغيره بتاعتنا ياخدوه قدوه ليهم يعني. احنا عندنا في مصر للاسف اللعيب بيبقى لسه طالع سنه او سنه او ما كملش سنه كمان، بيجيب 5-6 جوان ورا بعض، فالصحافه بتاعتنا بتديله زياده قوي عن حقه. فهو بيعيش في الدور، في لعيبه بتعيش في الدور، في لعيبه كويسه بتكمل، بس في ناس بتبقى مش واخده على الحكايه دي، تربيه او ثقافه او سلوك ما اعرفش يعني، فبتتاثر قوي، فتحس بقى بتعيش في الدور، بتحس بنفسها قوي، ما بتعملش حاجه، بتقعد تلعب على سنتين ثلاثه لعبوهم من زمان، ويقعدوا بقى عايشين عليهم شويه. والصحافه لما تلعب يعني لما يلعب ماتش مثلا كويس يبتدوا يقولوا عليه ده هايل ونجم برضه، هو ما بقاش عمل حاجه يعني، ما حققش حاجه مع ناديه، ما حققش حاجه مع منتخب بلده، طب هيبقى ازاي نجم؟ النجم ده لازم يحقق ويكسب فرقته ويكسب بطولات ويفرق في منتخب مصر، ده النجم. لكن النجم ان انا العب اجيب في القناه جون او في السويس جون وفي الدوري ما فيش، او حتى ما اخدش بطوله الدوري او ما اخدش بطوله الكاس او ما اخدش بطوله افريقيا، ما يبقاش نجم يعني. حازم امام والتمثيل، سمعنا ان انت برضه في عروض تمثيل بتجي لك اليومين دول. جات يعني شكلك حلو وهانسم كده يعني. جات شويه حاجات بس انا مش ممثل يعني، مش حابب والله. جات لي حاجات كده غريبه يعني، ما انبسطتش يعني، ما حسيتش. انما عندك ممكن يعني، عندك ممكن تفكر. والله بص، انا بحب اتفرج على السينما دلوقتي، اللي هم الافلام دلوقتي وكريم عبد العزيز والناس الصغيرين دول، بحبهم قوي يعني، بحب اتفرج على الافلام. طب لو عرضنا عليك بطوله فيلم، تختار مين بطوله نسائيه قدامك؟ نسائيه؟ مش معنى نسائيه انت الراجل في الفيلم، حابب يبقى معايا السقا وكريم عبد العزيز. طب اوكي، دور رجاله. ما اعرفش، انا مش ممثل. مين يعني من الممثلات انت بتحبها يعني؟ انا كنت بحب ميرفت امين ونجلاء فتحي والناس دي، شكلهم حلو كده وديسيت قوي. خلاص الفيلم جاي من ميرفت امين يعني؟ زمان يعني. طب لو قلنا الغنوة اللي سمعتها السنة اللي فاتت وعجبتك. في كذا حاجة كويسة، كنت بقى هشام عباس، الشيت بتاعه حلو قوي كله. بحب أغنية محمد منير اللي هي مدد، كانت حلوة قوي برضه. أنا بحب محمد منير عامة يعني، راجل موسيقى بتاعته من زمان يعني غريبة شوية ومميزة كده وكلامه. تعتبره مطربك المفضل يعني مثلا؟ لا أنا بسمع كله يعني، تسمع كله. بسمع عمرو دياب بحبه قوي برضه، ما عنديش مطرب مفضل، بس ليا بحب أسمع لو حاجة حلوة بسمعها يعني. يعني ممكن واحد ما اعرفوش خالص بس عمل اغنيه حلوه يعني. يعني في اغنيه انا ليك دي اللي نازله، سامو زين، لسه طالع ما حدش عارفه يعني، بس اغنيه حلوه يعني، فبسمعها كتير. مين مطربتك المفضله؟ الكلمه تتكسب يعني، لا والله مش هتتحسب عليك حاجه يعني. لا ما فيش يعني حد معين برضه، بس طب احسن غنوه سمعتها؟ بتعم احسن اغنيه بتاعت اليسا اللي هي عايشه، عايشالك. حلوه قوي، لذيذه يعني، كانت اكتر اغنيه في الفتره اللي فاتت دي. مستعد انت للسؤال الاخير؟ نفسي اشوفه. ليه؟ من زمان كل حلقه بشوف. عايز تنزل حضري؟ عايز اعرف ايه السؤال. بسم الله. طيب السنه الجايه بقول لك عليه ان شاء الله. ليه؟ خلينا السنه الجايه اقول لك احسن. ليه ما بتجاوبوش على الاسئله؟ يعني حاجات خاصه كده. بقولها بعدين. تقولها بعدين ان شاء الله. طب احنا بنشكرك يا كابتن، ونتمنى لك التوفيق، ومع بعض كلنا
انا وجمهور مصر كلها ان شاء الله ندعو لنا وفي مع نادي الزمالك وان شاء الله ناخد الكاس. ربنا يخليك يبقى في ارض مصر ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا كابتن. ميرسي. ربنا يخليك.